مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تداعيات احتلال العراق على المستوى الحقوقي والإنساني ووقع العراق بعد 20 عاماً على الغزو، معنا من صلاح الدين المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ مصعب الناصري. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذ مصعب. كيف تقيمون واقع الحريات وحقوق الإنسان في العراق بعد 20 عاماً على الاحتلال؟ هل تغير شيء وفق الوعود التي أطلقها قادة الغزو من ذلك الوقت وحتى الآن؟ بداية، في ذكرى غزو العراق من قبل قوات تحالف القوات الأمريكية، الرحمة والخلود للشهداء والخزي والعار لكل من تعاون وتهاون مع المحتل. في الحديث، في بداية الحديث اليوم وفي ظل الوضع الراهن، ما زالت الحريات مؤيدة وما زالت هناك سياسة تكميم الأفواه التي حاول العديد من الشخصيات السياسية استخدامها ضد ناشطين مدني، وهي مستمرة لذلك. حقيقة اليوم بعد 20 عام من الغزو في العراق، اليوم لم ينتج هذا النظام إلا النظام المحاصصاتية والحزبية والعرقية، وأنتج تداعيات كثيرة كانت نتيجة طبيعية لما يحصل في العراق، وكانت نتيجة حتمية لأن اليوم العراق يعيش في شتات غير طبيعي، في حالة من الفوضى والحالة من الأزمات المتكررة والمتسارعة. إقامة نظام سياسي في العراق يعتمد على نظام المحاصصة الطائفية والعرقية في توزيع السلطة، كيف أسهم بهذه النتائج على المستوى الحقوقي والإنساني، بدءا بآلاف المعتقلين داخل السجون الحكومية وليس انتهاء بالتهجير القسري لمدنيين من مناطقهم الأصلية لم يستطيعوا العودة بل حتى الحصول على أوراق ثبوتية حتى الآن؟ حقيقة موضوع ما فعلته الأحزاب الكلاسيكية في العراق وما حصل في التهجير القسري وقضايا السجناء في العراق، هي كانت النظام الديمقراطي بعيد كل البعد عن هذا الفعل، لأن النظام الديمقراطي هو نظام معتمد في معظم دول العالم، لكن آلية استخدام هذا النظام هي اللي كانت خطأ في الأدوات. حقيقة الحكومة العراقية أخطأت في جانب معين، وهذا جانب جدا مهم يجب التعويل عليه، وعدم استخدام شعور المواطنة اتجاه المواطنين في العراق. حقيقة اليوم الأزمات المتكررة التي تحدثتم بها، هي موضوع التهجير القسري والمغيبين والاختفاء وغيرها من المواضيع المهمة التي ممكن أن يسلط الضوء عليها، هي كانت نتيجة لما يحصل في العراق من فوضى عارمة في أحداث 2014 عند دخول تنظيم داعش الإرهابي. لكن هل استخدمت الأنظمة الحكومية في العراق استخدمت خطة متكاملة في إنشاء هذه القاعدة؟ على الإطلاق لم تنشأ قاعدة حقيقية ولا تنشأ خطة متكاملة لذلك الحين، لكن هناك محاولات، لا بأس أن نقول هناك محاولات من البعض من الساسة في السلطة في إيجاد الحلول، لكن كل هذه المحاولات هي مضايق عليها من قبل السلطة وأحزاب السلطة، لكون الأحزاب السياسية الموجودة في العراق تريد ما تريد للعراق، وتريد أن تجعل العراق يعيش في عزلة مجتمعية وبعيدا عن العالم الدولي وبعيدا عن أي ضغوطات من المجتمع الدولي. طيب، بالحديث عن القضاء في العراق والمحاكمات، يعني في ظل تقارير تنتقد استقلالية القضاء في العراق وأصدار أحكام بناء على اعترافات تنتزع تحت التعذيب بعد 20 عاما من احتلال العراق، أين وصل القضاء والمحاكمات التي يطالبون اليوم بتنفيذ أحكام الإعدام، ولكن منظمات تؤكد أن جميع أو معظم هذه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب وتحت السلاح؟ حقيقة موضوع استقلالية القضاء، القضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا قانون، لكن القضاء اليوم يتعامل وفق الأوراق والأنظمة الموجودة والقوانين الواردة والمشرعة من قبل المشرع العراقي. هذه القوانين هي من سمحت للبعض من المتهمين، أو سمحت للقضاء بالحكم وإدانة البعض من المتهمين فوق هذه القضايا، لكن حاليا اليوم نحن نتجه إلى طريق سلكه البعض من الأشخاص. موضوع الإخبار السري، هذا الموضوع الذي أخذ صدى واسع وأخذ العديد من الشباب وحكموا على أساس هذا الإخبار، حقيقة هذا الموضوع اليوم هناك تحركات من البعض وهناك تحركات من البعض من الأشخاص الذين ظلموا من المخبر السري في طلب الشكوى. طيب، من قبل القضاء. أيضا هناك قضية يعني خطيرة جدا،
يعني قانون العفو العام لو أقر لكان هذه المشاكل الكثيرة داخل السجون، وكان المعتقلين الأبرياء يعني تنفسوا صعداء والحرية على الأقل. لماذا لا تقدم الحكومة على إصدار مثل هذا القانون العام، والأطراف الممثلة للمحافظات المنكوبة اللي معظم أبنائهم اليوم تحت المعتقلات الحكومية السرية والمعلنة، لماذا لا يتم الاتفاق أو الضغط باتجاه إصدار قانون العفو العام؟ واحدة من أهم الالتزامات التي اتفق عليها التحالف المكون السني هو القانون العفو العام. هذه الالتزامات هو بتشريع هذا القانون. سبق للحكومة العراقية أن صوتت على قانون العفو العام في عام 2008، وكذلك كررت التصويت على قانون عام في عام 2016. لكن هل يشمل هذا القانون هو الأشخاص الذين انتموا إلى تنظيم داعش الرابع؟ على الأطلاق لم يشمل هذا القانون. حقيقة معظم القضايا الموجودة في المحافظات غرب العراق هي قضايا تخص واقع الانتماءات إلى تنظيمات إرهابية وغيرها من الانتماءات الموجودة. هذا يعني هناك عدم جدية من قبل الأحزاب الموجودة في السلطة والتي صوتت على السيد رئيس الوزراء، عدم جدية في إقرار هذا القانون، لكون هذا القانون قد يشمل أو يجعل الشارع يعيش على سخط شعبي في محافظات جنوب العراق، وأيضا قد يفسر على أنه تهاون مع الإرهاب ومن هذا القبيل. طيب هنا أيضا إلى أي مدى يمكن تحميل قادة الغزو المسؤولية القانونية والجنائية كذلك عما وصل إليه واقع الحقوق والإنساني والجرائم التي وقعت بعد الغزو خلال هذه الفترة؟ بكل تأكيد قادة الغزو الذين دخلوا العراق والذين أنشأوا هذا النظام هم من يتحملون المسؤولية الأولى عن هذه الجرائم وعن الانتهاكات التي تحصل في العراق، لكونهم هم من أتوا بهذه السلطة وهم من جاءوا بأيتها. قادة الغزو اليوم هم مسؤولية كاملة على هذا الموضوع. حقيقة المسؤولية الجنائية تقع على عاتقهم، وهناك فعلا هناك تحرك من قبل نشطاء في عموم المحافظات، وسبق لهم وأن قاموا في المحكمة الجنائية الدولية دعاوى وشكاوى بحق بليمر وبحق جورج بوش لكونهم انتهكوا السيادة العراقية وتدخلوا في الشأن العراقي بشكل مباشر ونصبوا وحلوا الجيش العراقي وغيرها من المفاهيم التي حصلت. من صلاح الدين المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ مصعب الناصري، شكرا جزيلا لك.